سلام يا أصدقاء، شو الأخبار؟ كيف بدأت رحلتي مع اللغات؟ سؤال انطرح على القناة وقررت أني أجاوب عليه بهذا الفيديو. يمكن حكيت عن الموضوع بما يتعلق في اللغة الإنجليزية لحال بفيديو، حترك لكم إياه بصندوق الوصف. كنت أدرس في مدرسة فيها تعدد اللغات، كانوا بيعلموا أكثر من لغة، منها اللغة الإنجليزية، الفرنسية والعبرية. للأسف وجودي بهاي المدرسة ما كان له دور إني أنا تطور عندي اللغات أو إني أنا أبدأ أتعلم اللغات بشكل صح. والسبب الرئيسي إن أنا كنت أتعرض لتنمر من المعلمات. كل ما كنت أحاول أطور من نفسي كنت أسمع كلمة جديدة، عبارة جديدة مؤذية توصفني أنا بشكل معين. يعني بال 2002-2003 أخذت قرار أني أنا حطلع من هاي المدرسة، والسبب الرئيسي كان مش موضوع اللغات ولا موضوع التنمر، بشكل أساسي كان موضوع الحجاب، واللي حكيت عنه في فيديو تاني قصتي مع الحجاب، حطيت لكم إياه كمان بصندوق الوصف. انتقلت على مدرسة أخرى وحملت معي هذا الحمل، التفكير تبعي أنه أنا مش حصير شاطرة بالإنجليزي، ما عمري حكي فرنسي منيح، العبري بالنسبة إلي عقدة، موضوع اللغات بالنسبة إلي أنا خلص ملغي تماماً، أنا مش شاطرة في هذا الموضوع، خاصة موضوع اللغة الإنجليزية. فهي كانت الانطلاقة مع اللغة الإنجليزية. ما بعرف إيش هو الإشي اللي صار، إيش هي اللحظة هاي الحاسمة اللي أجتني وقالت لي إنه يلا آية، يلا بدي أحكي إنجليزي، يلا لازم تتعلمي تحكي إنجليزي. أجت هاي اللحظة، أخذت قرار إنه أنا هالسنة لازم أكون طورت في اللغة الإنجليزية لدرجة إني أنا على الأقل أقدر إني أتواصل مع أي شخص أجنبي بيحكي لغة إنجليزية. في تلك الفترة قناة MBC 2 كانت في البداية، صرت أتابع أفلام بشكل خرافي، من فيلم لفيلم من فيلم لفيلم، أحضر أفلام وأكتب وأدون ملاحظات. طبعا أنا ما كنت مدرك الموضوع في تلك الفترة، ولكن لاحقا أدركت أنه أنا كنت بسن صغير تطورت عندي اللغة الإنجليزية بشكل كتير سريع، قدرت أني أنا ألقط الموضوع لأني كنت صغيرة ولأنه كان العقل بيستوعب بشكل سريع. تفاجأت أنا بحالي أنه أنا صرت أقدر أني أشارك في مسابقات على مستوى القدس، سواء بالشعر أو بالكتابة باللغة الإنجليزية. أنا فاجأت نفسي، زي ما حكيت في أحد الفيديوهات، كان السبب الرئيسي هو موضوع التنمر، اني انا كتير تعرضت لتنمر من معلمة اللغة الانجليزية والفرنسية، ولكن الانجليزية بشكل اساسي. يعني انا مشى معي الموضوع بشكل ايجابي على الرغم من انه كتير ناس بيكون الموضوع معهم سلبي، انه خلاص كلمة واحدة بتهبط المعنويات، كلمة واحدة بتنزل الواحد. فالانطلاقة بشكل اساسي كانت مع اللغة الانجليزية. لما بدأت القنوات العربية تبث افلام هندية صرت انا برضو منجذبة لموضوع الأفلام الهندية اللي هي أفلام التسعينات، يعني أفلام شاروخ خان، سلمان خان، وأنا كنت منجذبة أصلاً لموضوع الأفلام. أنا بتهيأ لي متابعتي لكثير أفلام من هوليوود وبعدين الأفلام الهندية هو اللي شكل عندي هاي الرغبة إني أنا أصير صانعة أفلام، واللي خلاني أنا أختار أصلاً الكارير تاعتي والمهنة تاعتي إنها تكون صناعة أفلام. فيعني كمان الشغف هذا تطور من هاي المرحلة. هلأ بعد فترة من متابعتي للأفلام الهندية لقيت إنه أنا قاعدة بلقط كلمات، في كلمات قاعدة تتخزن في عقلي من اللغة الهندية، فأخذت قرار إنه أنا لازم أخذ الموضوع شوي بشكل جدي. فأخذت النوتبوك وبدأت إني أنا أدون فيه ملاحظات، أكتب فيه كلمات باللغة الهندية. كنت بفترتها أكتب الكلام اللي بسمعه بالهندي أكتبه بالأحرف العربية. إيش الحلو كان في الموضوع إنه أنا تشاركت في هاي القصة مع أخواتي، فأخواتي كلهم الأربعة كلنا بنحكي هندي، كلنا بنحكي إنجليزي ولغات أخرى. كان في شريك في الموضوع، هذا إشي أنا حكيت لكم عنه في كيف تتعلموا لغة. كان بفترتها في قنوات هندية موجودة، بي فور يو، سيتي ماكس، وهاي القنوات، وكانوا يجيبوا الأفلام بدون ترجمة. فأنا كنت أتفاجأ إنه أنا واو، إنه أنا فاهمة شو قاعدين بيحكوا، يعني أنا فاهمة الفيلم بدون ما أشوف ترجمة. فكانت بالنسبة لي هيك شوكر إنه يعني واو كيف هيك صار. طلب الأمر جهد ووقت، وإني أنا أتبع للموضوع، إنه أنا أكتب ودائما أمارس اللغة، وإني أحكي مع خواتي دائما باستمرار. بعدين من الإنجليزي للهندي، كمان كنت أتابع أفلام تاميليين، فشوي لقط من اللغة التاميلية. بعدها صرت أتابع أفلام ومسلسلات باكستانية، ف جذبني موضوع اللغة الأردية، لأن أنا كنت من زمان أقرأ لمحمد إقبال وكان يجذبني كتير شعره، ولكن كنت حابة كتير أني أنا أقرأ بالأردو اللي هي اللغة الأصلية اللي كان يكتب فيها. وفعليا صرت أفكر في الموضوع بهذه الطريقة، لأنه سنة عن سنة واحد هيك بتطور فكره، بتطور بصير يفكر في الموضوع بشكل أعمق. فأنا أتقنت الهندي، رحت للتاميلين شوي لقط من اللغة، يعني أنا بفهم هلأ تاميلين بس ما بحكي بطلاقة زي ما بحكي الهندي والبنجابي والأردو، ولقيت حالي إنه أنا بسرعة لقطها. ليش؟ لأنها في تشابه كتير كبير بينها وبين الهندي، فصرت أحكي هندي وأردو وبنجابي. وبعد هيك صار عندي رغبة إنه أنا بدي أرجع لموضوع الفرنسي، لازم أطور الفرنسي اللي كان عندي من أيام المدرسة. ففعليا حتى اللحظة قاعدة بطور بالفرنسي، ولكن الحمد لله لغتي الفرنسية جيدة، بدها تطوير أكيد.
حاليا السنة هاي منفتحة كتير على الإسباني، كتير كتير نفسي أتعلم إسباني أضيفها لرصيد اللغات، وإن شاء الله يعني بتمنى إنه مع نهاية هاي السنة أكون أتقنت اللغة الإسبانية، لأنه فعليا لما تبدوا تتعلموا لغة بصير الإشي مش عارفين توقفوا حالكم، يعني بصير في عندكم رغبة متجددة دائما إنكم بدكم تتعلموا إشي جديد، بدكم تتقنوا لغة جديدة، فهو فعليا مرحلة مستمرة بتضلها معاكم لسنين وسنين لا يبطل مخكم قادر انه يستوعب هاي المواضيع. بالنسبة للتركي انا حكيت عنه في فيديو، برضو حترك لكم اياه بصندوق الوصف، كيف تعلمت التركي بشكل سريع، كان اسرع لغة اتعلمتها. القصة وما فيها ان انا ادمنت متابعة مسلسل معين كان اسمه اسمعتها فريحة ادنا كودم، وانا بحضر المسلسل بقول يا الله انه التركي عن جد كتير قريب للعربي، يعني انا ليش ما اتعلم التركي وانا بعرف احكي هندي، يعني واللي هو الهندي كتير بعيد عن العربي، انه لازم اتعلم تركي يعني، وبعدين اللغة مطلوبة وصارت لغة عالمية. فعليا اخذت القرار من تلك الفترة وانا بحضر في المسلسل وقلت انه انا بدي يكون تركيزي بشكل اساسي وانا بحضر هذا المسلسل اني انا اجمع اكبر عدد من الكلمات، وفعليا كان الموضوع هيك، لقيت حالي انه انا بلقط اللغة بشكل مش عادي، بشكل كتير 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 سريع. السبب الرئيسي انه في كتير تشابه بينها وبين اللغة العربية، ولما تصيروا تتعلموا لغات بتصيروا تلقائيا مخكم يربط بين الكلمات اللي موجودة في لغة وفي لغة اخرى. في كتير ناس بتقول انه تعلم لغات متشابهة بخربش، انا بالنسبة لي ما كان هيك الموضوع، طبعا الادمغة والتجارب بتختلف فما بقدر احكم على هذا الموضوع، ولكن انا من تجربتي الشخصية ما حسيت الموضوع صعب. اذا حابين تسمعوا اكثر وتعرفوا اكثر عن موضوع اللغة التركية بالتفصيل الممل حترك لكم الفيديو زي ما حكيت بصندوق الوصف، لانه في مواضيع اكيد ما عرجت عليها بالفيديو. اجت فترة هيك اندمجت مع الكوري، صرت اتعلم كوري لانه كان بفترتها في قناة اسمها اريران تي في وكانوا يجيبوا how to learn korean، فكانوا يعلموا انه الكوري بينحكى سيلبل، يعني بينحكى جملة كاملة ما بتعلموا كلمة كلمة، فكنت كتير مندمجة مع الموضوع هذا وبدأت اتعلم كوري. للأسف التغت القناة ما بعرف كيف، ولكن لا يزال عندي مخزون لغوي كتير منيح في الكوري، يعني ايام كتير بحضر افلام بحضر مسلسلات بلاقي حالي انه انا بفهم كتير من اللي بيحكوه. بتمنى في يوم من الايام ان شاء الله اني انا ارجع اجدد هذا الموضوع، لانه بتهيأ لي رح يكون سهل زي الفرنسي، لانه في عندي البيس، في عندي القاعدة الاساسية. هكذا كانت الرحلة، بدأت بتنمر، مرحلة كتير صعبة بحياتي خاصة انها جاءت من معلمات، ولكن انعكست بشكل ايجابي، وهذا بتهيأ لي افضل نصيحة ممكن انا انصح فيها انه الواحد ما يخلي التنمر عائق بالنسبة له، على العكس تماما يخلي الموضوع نقطة تحفيز حتى انه يفاجئ نفسه ويفاجئ اللي تنمروا عليه. هذه هي الحكاية، هكذا تفتحت قريحتي للغات. أتمنى تكونوا استمتعتوا فيه واستفدتوا لو بإشي بسيط، وإذا الفيديو نال إعجابكم ما تنسوني من اللايك شير سبسكرايب، تضغطوا على زر التنبيهات لوصلكم الإشعارات والتنبيهات بكل فيديو جديد بحمله على هاي القناة. حتى ألتقيكم، حافظوا على ابتساماتكم، سلام.